السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنكمل مع بعض شرح شابتر 3 الفصل الثالث When I grow up عندما أكبر. ممكن درس النهاردة يكون طويل شوية، عايزكم تستحملوا معايا علشان نخلص شابتر 3 ونبدأ بعد كده في المحور الثاني The world around me أو العالم من حولي. فمعلش استحملوا معايا شوية، نشرب مية، نخلي معانا قلم ونركز شوية، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 70 او صفحة 70، ونهاردة مع page 71 صفحة 71. I work in a hotel انا اعمل في فندق. I work in a hotel. وبيقول لنا هنا underline ضع خط تحت examples الامثلة of school topics لمواضيع المدرسة where Noor's mom works التي كانت تعمل فيها والدة نور. المفروض يا أصحابي احنا في الكلاس روم أو في حجرة الفصل هنتجمع كلنا في شكل مجموعات مختلفة. التيتشر بتاعنا هيقسمنا المجموعات دي وهنتكلم كل واحد فينا عن حاجة بتقوم بيها والدة نور أو نور's mom وهي شغالة في الهوتيل او في الفندق اللي هي شغالة فيه. وطبعا احنا عارفين ان هي شغالة كونسييرج او موظفة استقبال ومساعدة للفيزيتورز اللي بيجوا الفندق. فالمفروض كل واحد فينا هيفكر في الحاجات اللي هي بتقوم بيها في الوظيفة بتاعتها دي، سواء كانت الحاجات اللي هي بتقوم بيها ليها دعوة بالماس او بالرياضيات او بالريدنج او بالقراءة او بالرايتنج او الكتابة او بالسوشيال ستاريز. سوشيال ستاريز دراسات اجتماعية. الحاجات دي ممكن تكون بتقوم بيها والدة نور وهي شغالة في الهوتيل او في الفندق اللي هي بتعمل فيه. هنعرف ده ازاي؟ لما نشوف الحاجة اللي هي بتقوم بيها خلال اليوم او during the day. لو هي حاجة فيها حسابات وفيها ارقام رياضية هتبقى ليها دعوة بالماس. لو هي حاجة ليها دعوة بالريدنج او القراءة هتبقى ليها دعوة بالريدنج. اما لو بالكتابة هيبقى ليها دعوة بالرايتنج. اما لو هي ليها دعوة بالحاجات الموجودة حوالين الفندق من اماكن مختلفة واراء الناس، ده ليه دعوة بحاجة اسمها السوشيال ستاريز. سوشيال يعني اجتماعي وستاريز يعني دراسات. سوشيال ستاريز يعني الدراسات الاجتماعية. فبيقول لنا هنا use the color guide below. color guide below يعني دليل الالوان الموجود هنا. هنستخدم طبعا اللاين باللون الاحمر، هنعمل underline باللون الريد لو الحاجة اللي هي بتقوم بيها ليها دعوة بالماس. وهنستخدم البلو color واحنا بنعمل underline لو الحاجة اللي هي بتقوم بيها ليها دعوة بالريدنج. وهنستخدم اليلو color لو الحاجة اللي هي بتقوم بيها ليها دعوة بالرايتنج. وهنستخدم الجرين color لو الحاجة اللي هي بتقوم بيها ليها دعوة بالسوشيال ستاديز او بالدراسات الاجتماعية. فمكتوب هنا يا اصحابي hello اهلا. I am Noor's mom انا والدة نور. I work in a hotel in the city. I work انا اعمل in a hotel في فندق in the city في المدينة. I am a concierge انا موظفة استقبال ومساعدة. A concierge helps guests بيساعد guests الضيوف الزوار. A concierge helps guests. طبعا helps guests دي يا اصحابي ليها دعوة بالسوشيال ستاديز لان الجيستس دول ناس من السوشيال اللي حوالينا او من المجتمع اللي حوالينا. فhelps guests دي ليها دعوة بالسوشيال ستاديز. هنعمل هنا underline with green color. I give suggestions يعني انا بعطي
I give أنا أعطي suggestions اقتراحات for restaurants للمطاعم. لو حد بيسألني ايه المطاعم اللي حوالينا في الهوتل هنا، بقول لهم مثلا المطعم ده بيقدم كذا، المطعم ده بيقدم كذا، المطعم ده جودته قد كده، المطعم ده جودته قد كده. دي اسمها suggestions او اقتراحات. طبعا هنا ده برضو ليه دعوة بالسوشيال ستوريز او بالدراسات الاجتماعية، فنعمل تحت منها underline in green color. I share أنا أشارك information المعلومات about places عن الأماكن to visit in the city to visit للزيارة in the city في المدينة. يبقى أنا بدي الناس بعض وبعمل معاهم sharing information عن الأماكن اللي ممكن يزوروها in the city أو في المدينة. برضو ده ليه دعوة بالsocial studies أو بالدراسات الاجتماعية، فنعمل تحت منها underline with green color زي ما احنا شايفين قدامنا. الباراجراف التاني او التكست التاني مكتوب sometimes احيانا I help guests before they arrive. I help guests before they arrive. انا بساعد الضيوف before قبل they arrive هم يصلوا، يعني انا بساعدهم قبل ما يوصلوا. طب ازاي؟ I sent emails to future guests. انا انا بارسل ايميلز بريد الكتروني رسائل الكترونيه to future guests للضيوف المستقبليين الناس اللي لسه هتيجي to give them لاعطيهم ideas اراء وافكار for their trip للرحله بتاعتهم. طبعا هنا I sent emails ده لي دعوة بالwriting أو بالكتابة، يبقى هنعمل underline with yellow color أو باللون الأصفر زي ما احنا شايفين قدامنا، لأن هي بتكتب لهم emails أو رسائل إلكترونية وتديهم ideas أو آراء for their trip للرحلة بتاعتهم. I can even أنا أستطيع حتى plan يعني أخطط a daily schedule daily يعني يومي schedule جدول يومي for guests للزوار. طبعا plan a daily schedule يعني ليه دعوة بالمواعيد، والمواعيد يعني الساعات يعني ليها دعوة بالماس، فنعمل هنا underline with red color. I love helping visitors أنا أحب helping visitors مساعدة الزائرين. enjoy the city أن يستمتعوا بالمدينة. وطبعا ده لي دعوة بالsocial studies أو بالدراسات الاجتماعية، فنعمل تحت منها underline أو خط in green color باللون الأخضر، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 72 أو صفحة 72، وعنوانها job research. Research يعني دراسة وظيفة، البحث الخاص بوظيفة معينة. Research يعني بحث، يعني انت لما تمسك حاجة وتبحث عن كل المعلومات الخاصة بيها ده اسمه Research او بحث. فهنا Job Research يعني البحث الخاص بوظيفة معينة او دراسة وظيفة معينة. وهنا بيقول لنا As your research complete this page. المفروض انتوا واصحابي بيطلب منكم في شكل جروبس طبعا او في شكل مجموعات كل واحد يختار وظيفة معينة ويعمل عنها ريسيرش او بحث، يعرف كل المعلومات الخاصة بيها ويعرف كل البيانات الخاصة بيها، وبعدين نوصل للبيج دي نكتب اسم الوظيفة وبعدين نقول المعلومات الخاصة بيها واحنا بنملأ البيانات الخاصة بالبيج دي. فمثلا لو اخترنا وظيفة الدكتور او الطبيب، هنا بيقول لنا name of job، هنكتب هنا doctor او طبيب. وبعدين هنا بيقول لنا description of job، description يعني وصف of job الخاص بالوظيفة دي. فمثلا هنكتب هنا helping sick people، helping يعني مساعدة sick people الناس المرضى، ده description of job او وصف الوظيفة helping sick people. طب بعد كده بيقول لنا yearly annual salary،
yearly يعني سنوي وannual برضو يعني سنوي salary salary يعني راتب الراتب السنوي الخاص بالوظيفة دي. مثلا لو قلنا مثلا الدكتور بياخد مثلا 5000 أو 5000 per month أو في الشهر، يبقى ياخد مثلا في السنة 60,000 LE أو 60,000 جنيه. يبقى الـ yearly أو الـ annual salary 60,000 جنيه أو 60,000 LE. طب هنا في list كده أو قائمة مكتوب فيها بعض البيانات المفروض نختار منها yes ولا no لو بيقوم بيها صاحب الوظيفة اللي احنا بنتكلم عنها. فأول حاجة Do I wear a uniform؟ Do I wear هل أنا أرتدي a uniform زي موحد؟ Yes or no. Yes نعم or no ولا لا. طبعا الدكتورز بيرتدوا uniform أو زي موحد، فهنعمل هنا underline. Do I travel for my job؟ هل أنا أسافر for my job من أجل وظيفتي؟ Yes ولا no. Yes or no. طبعا yes، الدكتورز بيسافروا للوظيفة بتاعتهم في بعض الأحيان. Must I go to college؟ Must I go؟ أيجب علي أن أذهب to college؟ To college للجامعة. طبعا yes، الدكتور لازم يذهب للجامعة. Do I work with people؟ Do I work with people؟ هل أنا أعمل مع الناس؟ Yes or no؟ طبعا yes، الدكتورز بيشتغلوا مع الناس. Do I work weekends؟ هل أنا بعمل في العطلات الأسبوعية؟ Yes or no؟ طبعا الدكتورز في أوقات كتيرة بيعملوا في الويكندز، فنعمل yes. Can I work in a small town؟ Can I work؟ هل أستطيع أن أعمل in a small town في بلد صغير؟ Yes or no؟ طبعا الدكتورز موجودين في كل حتة، فنعمل yes. Do I work outside؟ Do I work outside؟ هل أنا أعمل في الأماكن المفتوحة؟ Outside هنا بمعنى مكان مفتوح. طبعا yes، ساعات بيشتغلوا في أماكن مفتوحة، لو في مثلا معسكرات طبية أو حاجة بيشتغلوا outside. Do most cities؟ هل أغلب المدن have my job؟ فيها الوظيفة بتاعتي؟ Yes or no؟ طبعا yes، كل المدن فيها doctors. Do I work in an office؟ هل أنا أعمل في مكتب؟ Yes or no؟ طبعا في مكاتب للدكتورز، فنعمل yes. Do I need special training؟ Do I need special training؟ تدريب خاص؟ Yes or no؟ طبعا الدكتورز بيبقى ليهم special training في الهوسبيتالز، طبعا فنعمل yes. هنا بيقول لنا Do I use special tools؟ هل أنا أستخدم special tools أدوات خاصة؟ طبعا هما بيستخدموا أدوات خاصة، فهو بيقول لنا هنا if so، لو أنا بستخدم أدوات خاصة، if يعني لو، so كذلك. What are they؟ What are they؟ ما هم؟ فممكن هنا مثلا نكتب thermometer، thermometer اللي هو الترمومتر. Other interesting facts، other interesting facts، حقائق أخرى شيقة، حقائق أخرى شيقة. Other أخرى interesting شيق، facts حقائق. ممكن هنا مثلا نكتب work during the day، work during the day العمل أثناء اليوم، الدكتورز طبعا بيشتغلوا على مدار اليوم. وبكده نكون أنهينا البيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 73 أو صفحة 73 وعنوانها income. income يعني الدخل، الدخل بتاع أي شخص ده اسمه income، الفلوس اللي بتجيله كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم ده اسمه income، income أو الدخل. وهنا بيقول لنا use، استخدم the graphic organizer، the graphic organizer مخطط الأفكار، graphic organizer to help، لتساعد نور brainstorm، نور brainstorm العصف الذهني الخاص بنور، brainstorm اللي هو ان احنا نقعد نفكر مع بعض علشان نوجد حل المشكلة معينة او نوجد فكرة جديدة، ده اسمه brainstorm. brainstorm يعني العصف الذهني، زي ما قلنا كده بنقعد نفكر مع بعض علشان نلاقي حل المشكلة معينة او نوصل لافكار جديدة. فبيقول لك هنا استخدم الجرافيك اورجانيزر او مخطط الافكار to help نور brainstorm ways to earn money، to help نور لتساعد نور brainstorm ways to
to earn money لتساعد نور في إيجاد طرق مختلفة to earn money لتكسب المال. فهنا مدينا حاجة اسمها الجرافيك أورجانيزر أو مخطط الأفكار. ده المفروض إن مكتوب في النص money to buy a new phone, money يعني مال, to buy لنشتري a new phone تليفون جديد أو هاتف جديد. فالمفروض هنا مدينا 6 frames أو 6 براويز نكتب فيهم بعض الايدياز أو الأفكار علشان نساعد نور أو نعمل help نور brainstorm في العصف الذهني بتاع نور to find ways علشان تجد طرق to earn money تكسب بها المال. فممكن هنا في أول واحد هنكتب father give me money أبي هيعطيني بعض المال. في الفريم التاني هنكتب ممكن نور نفسها تعمل ليمونيد وتباعها, فنقول make and sell lemonade, make يعني نصنع and sell وتبيع ليمونيد بعض عصير الليموناتا. في الفريم التالت هنكتب bake and sell cake, ممكن تخبز bake يعني تخبز and sell وتبيع cake الكعك أو الكيك. في الفريم الرابع هنكتب make and sell crafts, make and sell crafts, crafts اللي هي الحرف اليدوية, لو هي بتعرف تعمل اي حرفة يدوية بتعمل مثلا ميداليات بتعمل اي حاجة ممكن تعمل make and sell وتبيع crafts الحرف اليدوية. في الفريم الخامس هنكتب sell old toys ان هي تبيع الاولد تويز او اللعب القديمة بتاعتها, لو عايزة تعمل earn money ممكن تعمل كده. واخر حاجة ممكن تعمل ask parents for money, ask parents تسأل الوالدين for money لبعض عن بعض المال علشان خاطر يكملوا معاها الماني بتاعت النيو فون او التليفون الجديد. وبكده احنا عملنا help وساعدنا نور brainstorm في العصف الذهني بتاعتها ways لتجد الطرق to earn money اللي هي ممكن تكسب بيها المال او الفلوس. ونتنقل البيج اللي بعد كده, خليكم معي ونوصل لبيج 74 او صفحة 74 وعنوانها making choice with our income. making choice يعني نختار الاختيارات المختلفة with our income بالدخل بتاعنا. making choice يعني ان احنا نصنع اختيارات with our income بالدخل بتاعنا. فهنا بيقول لنا follow along as the teacher reads aloud, اتبع جنبا الى جنب والمعلم يقرأ بصوت عال. فانا هقرأ وانتوا هتعملوا reading after me او هتقروا ورايا. فمكتوب هنا my mom امي works 5 days a week, works 5 days a week بتعمل 5 أيام في الأسبوع. each day كل يوم she takes the bus هي بتأخذ الأوتوبيس. her income الدخل بتاعها her income دخلها helps pay بيساعدها إن هي تدفع pay يعني يدفع for the bus الأوتوبيس. the bus costs الأوتوبيس بيكلف her بيكلفها 10 pounds each day 10 جنيه كل يوم. how much money كم كمية المال does she need الذي هي تحتاجه, need يعني يحتاج, to use لتستخدمه each week to get to work لتصل الى العمل. بتحتاج كمية فلوس قد ايه كل اسبوع علشان تروح الشغل بتاعها. فمرة تانية my mom works 5 days a week, each day she takes the bus, her income helps pay for the bus costs her 10 pounds each day, how much money does she needs to use each week to get to work. فهنضرب طبعا 5 days او 5 ايام اللي هما الخمس ايام عمل بتوعها per week او كل اسبوع by في 10 pounds 10 جنيه اللي هي بتركب بيهم الباص كل يوم, هيعمل equal او يساوي 50 pounds او 50 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا. طب المثال التاني بيقول لنا my dad والدي uses his income بيستخدم الدخل بتاعه
to pay for food ليدفع ثمن الطعام بتاعنا. He gives my grandma بيعطي لجدتي 100 pound 100 جنيه each day كل يوم to go to the market لتذهب إلى السوق. Grandma الجدة buys بتشتري food for the family for the family food for the family الطعام للأسرة. She buys fresh vegetables هي بتشتري fresh vegetables خضروات طازجة for 35 pounds ب 35 جنيه. She buys هي بتشتري bread الخبز for 5 pounds ب 5 جنيهات. She buys هي بتشتري chicken دجاج for 58 pounds ب 58 جنيه. How much money كم كمية المال does grandma spend التي تنفقها الجدة all together معا on food على الطعام at the market في السوق. فمرة تانية my dad uses his income to pay for food. He gives my grandma 100 pound each day to go to the market. Grandma buys food for the family. She buys fresh vegetables for 35 pounds. She buys bread for 5 pounds. She buys chicken for 58 pounds. How much money does grandma spend altogether on food at the market? فهي أول حاجة بتشتريها الـ fresh vegetables بـ 35 pounds plus 5 pounds for bread 5 جنيه للعيش plus 58 pounds أو 58 جنيه for chicken equals بيساوي 98 pounds أو 98 جنيه. وبيسألنا كمان بيقول لنا how much money does she have left. How much money كم كمية المال المتبقي معها. فطبعا هنكتب 100 أو 100 minus ناقص 98 pounds أو 98 جنيه equals بيساوي 2 pounds أو 2 جنيه. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 75 أو صفحة 75. والإكزامبل هنا بيقول two of my cousins وعرفنا my cousins يعني أبناء أو بنات العم أو العمة أو الخال أو الخالة. فاتنين من بنات أو أولاد عمي أو عمتي أو خالتي أو خالي need بيحتاجوا new notebooks كراسات جديدة for school للمدرسة. My uncle عمي أو خالي gives them أعطاهم 45 pounds each 45 جنيه لكل واحد. How much money كم كمية المال do they have all together التي يملكوها هما الاثنين معا. مرة تانية two of my cousins need new notebooks for school. My uncle gives them 45 pounds each. How much money do they have all together. فطبعا هنكتب هنا 45 plus 45 equals 90 pounds أو 90 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا. طب في الاكزامبل اللي بعد منه بيقول my mom والدتي and dad ووالدي pay بيدفعوا for my new clothes للملابس الجديدة بتاعتي. Clothes cost 500 pounds الملابس بتكلف 500 جنيه. My mom gives 200 pounds أمي بتدفع 200 جنيه for clothes للملابس. How much money does dad need to give? How much money كم كمية المال does dad need التي يحتاجها الأب to give ليعطيها لي. فمرة تانية my mom and dad pay for new clothes. Clothes cost 500 pounds. My mom gives 200 pounds for clothes. How much money does dad need to give? فطبعا هنكتب هنا 500 500 جنيه بتوع الملابس كلهم minus ناقص
200 pounds ال 200 جنيه اللي اديتهم لي امي علشان نعرف احنا محتاجين كام من الاب equals بيساوي 300 pounds او 300 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر example هنا بيقول my uncle عمي او خالي earns بيكسب 658 pound 658 جنيه a week في الاسبوع. my aunt عمتي او خالتي earns بتكسب 350 pounds 350 جنيه a week في الاسبوع. my dad abby earns بيكسب 529 pounds a week 529 جنيه في الاسبوع. my mom earns امي بتكسب 421 pounds a week 421 جنيه في الاسبوع. who earns the most money who earns the most money مين بيكسب اغلب المال مين اللي بيكسب اكتر يعني فيهم. can you help me هل يمكنك مساعدتي put their income ان انا اضع الدخل بتاعهم in order في ترتيب from greatest من الاكبر to least للاصغر. يبقى مره كمان my uncle earns 658 pounds a week my aunt earns 350 pounds a week my dad earns 529 pounds a week my mom earns 421 pounds a week who earns the most money can you help me put their income in order from greatest to least. طبعا اكتر واحد بيكسب فيهم او the one who earns the most money هو الانكل لان هو اعلى دخل. فهنكتب uncle earns the most money وهنكتب جنبه 658 pounds. وطبعا ان احنا نحطهم in descending order او في ترتيب تنازلي هنكتب طبعا اول حاجة 658 هنعمل مسافة وهنكتب بعد كده 529 اللي هما بيكسبهم الاب او الداد بعدين هنعمل مسافة وهنكتب بعد كده 421 اللي هي بتكسبهم الام وبعدين هنعمل مسافة وبعدين هنكتب 350 اللي بتكسبهم الانت وكده احنا عملنا لهم ordering او ترتيب from the greatest to the least او من الاكبر للاصغر. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 76 او صفحة 76 وعنوانها income web. income web يعني شبكة الدخل. وطبعا هنا اصحابي بيكلمنا عن الفاميلي ممبرز او افراد العائلة وكل واحد ممكن يكون بيساعد في دخل الأسرة أو في الفاميلي إنكم بشكل عامل إزاي. فهنا بيقول لنا write أكتب all the ways كل الطرق the family used the income اللي بتستخدم بيهم الأسرة الدخل بتاعها then ثم بعد ذلك record سجل who obtained that resource who obtained مين اللي كسب that resource هذا المصدر من الدخل. فهنا مثلا مدينا مربع او فريم مكتوب فيه family member وجنبه resource وهنا نفس النظام family member وجنبه resource. فالresource ده اللي هو الحاجة اللي محتاجاها الاسرة او المصدر اللي محتاجاها الاسرة للحياة وعايزين نكتب هنا family member او الفرد من العائلة اللي عمل obtain او كسب الresource ده وجاب الفلوس اللي احنا اشترينا بيها الresource ده. اول resource ممكن نتكلم عنه buying food شراء الطعام هنكتب جنبه هنا الفاميلي ممبر اللي هو الداد او الاب هو اللي دفع فلوس buying food. تاني resource مثلا buying clothes شراء الملابس فمثلا هنكتب هنا mom او الام هي اللي ساعدت في ان احنا نحصل على الresource ده واللي هو clothes او الملابس. تالت resource ممكن نكون محتاجينه مثلا buying a house او شراء منزل نعيش فيه نكتب هنا مثلا الداد او الاب هو اللي اشترى الريسورس ده هو كمان. واخر حاجة هنا ممكن نكتب paying bills
paying bills أو دفع الفواتير، ونكتب هنا مثلا sister أو الأخت أو brother أو الأخ، إن إحنا هم اللي ساعدونا في إن إحنا نعمل paying أو دفع bills الفواتير. ونكتب في النص هنا importance of income، importance يعني أهمية of income الدخل طبعا بتاع الفاميلي أو الأسرة بتتوزع بشكل عامل إزاي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 77 أو صفحة 77 وعنوانها job role plays، job role plays أو لعب الأدوار الخاصة بالوظائف المختلفة، إن إحنا هنمثل نفسنا وإحنا بنقوم بجوب معينة أو بوظيفة معينة، وهنعمل رول بلاي أو مسرحية صغيرة كده نأدي فيها الناس اللي بتقوم بالوظيفة دي بيقولوا إيه وبيعملوا إيه. فمكتوب هنا مجموعة من الجوبس في التيبل ده أو في الجدول ده، وبيقول لنا هنا choose اختار أرول يعني دور، and act out ومثل قم بتأدية، أسين مشهد مسرحي، with your partner مع الشريك بتاعك. فالمفروض انتوا هتقسموا في الكلاس روم لمجموعات، كل واحد هيبقى ليه البارتنر بتاعه او الشريك بتاعه، وتعملوا رول بلاي او مسرحية صغيرة هتأدوا فيها سين او مشهد مسرحي خاص بجوب من الجوبس المختلفة او من الوظائف المختلفة. وبيقول لنا هنا زين، ثم بعد ذلك switch تبادل، and let your partner ودع شريكك choose a role يختار وظيفة من الوظائف التانية. فبعد كده هتعملوا switch او هتتبادلوا الادوار، وهت let your partner او هتسيب الشريك بتاعك يchoose او يختار a role او وظيفة من الوظائف يقوم بيها، وانت هترد عليه في الرول بلاي بتاعته، وهتبقى موجود قدامه في الرول بلاي او في المسرحية الصغيرة اللي هيقوم بيها بعد ما يختار الوظيفة اللي عايز يمثلها. فهنا الوظائف المختلفة، اول حاجة tour guide مرشد سياحي، تاني حاجة sales person فرد من افراد المبيعات، computer programmer مبرمج كمبيوتر، hair stylist منسق للشعر، artist فنان، hotel receptionist موظف استقبال خاص بالفندق، secretary electrical worker عامل كهرباء، robot maker صانع إنسان آلي، accountant محاسب، keep track of money بيتابع المال، baker خباز، farmer فلاح، waiter or waitress نادل أو نادلة، musician موسيقي، construction worker عامل بناء، firefighter رجل مطافي، taxi driver سائق تاكسي، police officer ضابط بوليس، veterinarian طبيب بيطري، cook or chef طاهي أو طباخ، doctor طبيب، jewelry maker صانع مجوهرات، gardener يعني جنيني اللي هو الخاص بالgardens، welder يعني لحام، الشخص اللي بيلحم المعادن ببعضها، وبيقولك هنا connects بيوصل pieces القطع of metals المعدنية together مع بعضها، ده اسمه welder يعني لحام، plumber يعني سباك، teacher يعني مدرس، TV newscaster يعني مذيع تلفزيوني خاص بالأخبار، lawyer يعني محامي، civil engineer مهندس مدني، بيقول لنا هنا مهندس مدني، وبيقول لنا هنا builds بيبني، bridges الكباري، and buildings والمباني، pilot يعني طيار. دي قائمة بالوظائف اللي ممكن تختاروا منها وتعملوا role play مع بعض، كل واحد بعد كده هيعمل switch مع البارتنر بتاعه او الشريك بتاعه ويخليه يختار الجوب اللي هو يحب يمثلها، ويكون هو واقف قدامه في الرول بلاي بتاعتهم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 78 او صفحة 78 وعنوانها I might say يعني انا قد اقول، ممكن اقول كده I might say يعني قد اقول، ممكن اقول ده. فبيقول لنا هنا choose اختار 5 jobs خمس وظائف
from the list من القائمة اللي فاتت دي on the previous page on the previous page من القائمة السابقة on each line على كل خط من الخطوط التالية write اكتب the name of a job اسم من أسماء الوظائف دي and then ثم بعد ذلك complete the sentence complete the sentence أكمل الجملة I might say قد أقول فهنختار خمس وظائف من الليست اللي فاتت في البيج اللي فاتت دي وهنكتب اسمها في العنوان وبعدين هنكتب I might say قد أقول وهتقول مثلا لو انت بتأدي الجوب دي او الوظيفة دي ممكن تقول ايه او I might say ايه بقى بالظبط فهنا مكتوب 1 فهنختار مثلا في 1 doctor doctor او طبيب فهنقول ايه I might say المفروض الطبيب ممكن يقول ايه ممكن يقول I work in hospitals I work انا اعمل in hospitals في المستشفيات تاني وظيفة ممكن تكون civil engineer او مهندس مدني و I might say انا ممكن اقول او انا قد اقول I am building buildings انا ببني المباني and bridges والكباري ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 79 او صفحة 79 وبنتكلم عن third job او الوظيفة التالتة ممكن تكون الفارمر او المزارع وممكن I might say انا قد اقول I wake up early انا استيقظ مبكرا to water plants لأروي النباتات والجواب الرابع ممكن تكون البيكر او الخباز I might say انا قد اقول مثلا I bake delicious cake انا اخبز كعك لذيذ والفيفث جوب ممكن تكون التيتشر او المعلم I might say انا قد اقول I teach English language انا ادرس اللغة الانجليزية وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 80 او صفحة 80 وعنوانها نور chooses a job نور بتختار وظيفة فهنا بيقول لنا as you read along كما تقرأ underline dot خط تحت نور's strengths نقاط القوة الخاصة بنور and interests واهتماماتها As you read along, underline Noor's strengths and interests. كما تقرأ ضع خط تحت نقاط القوة الخاصة بنور واهتماماتها. فبيقول لنا هنا يا أصحابي نور loves to read stories. Noor's love to read stories. نور تحب قراءة القصص. فهنعمل هنا underline لأن ده one of her interests أو واحد من اهتماماتها. About animals عن الحيوانات فهنعمل كمان underline تحت animals لأنها بتهتم بالanimals أو بالحيوانات She has two pets هي عندها two pets اتنين من الحيوانات الأليفة طبعا دي one of her interests أو واحد من اهتمامات فهنعمل underline تحت two pets A dog and a cat كلب وقطة At home في البيت Noor walks the dog every day نور بتمشي الدوغ بتاعها او الكلب بتاعها every day كل يوم after school بعد المدرسة يبقى هي good at walk underline تحت walks she likes the exercises هي بتحب التدريبات الرياضية she likes the exercises the one of her interests او واحد من اهتماماتها underline تحت exercises لان ده one of her interests Sometimes احيانا نور writes stories احيانا هي بتكتب القصص write stories يبقى هي شاطرة في writing فنعمل underline تحت write stories او كتابة القصص about her animals عن الحيوانات بتاعتها her mother والدتها says بتقول she has a very creative imagination Very creative imagination Imagination يعني خيال Creative يعني مبدع يعني بناء يعني خلاق يبقى هي عندها خيال مبدع فطبعا دي حاجة هي good at أو شاطرة فيه فنحط تحت منها underline Noor wonders Noor بتتساءل about عن The best way أفضل الطرق To keep her pets healthy اللي تخلي بيها الحيوانات الأليفة بتاعتها healthy
بصحة جيدة. Last week الأسبوع الماضي she checked a book out، هي أخذت كتاب وحجزته. Of the library من المكتبة. On animal first aid، on animal first aid عن الإسعافات الأولية الخاصة بالحيوانات. She wants هي تريد to be أن تكون prepared، prepared مستعدة مجهزة. If her pets لو الحيوانات الأليفة بتاعتها ever get hurt، ever get hurt اتأذت أو حصل لها أي ضرر بأي شكل من الأشكال. فإيه هي الجوب اللي مفروض نور تشتغل فيها؟ مكتوب هنا تحت الصورة A job I think Noor might be interested in، وظيفة I think أنا أعتقد نور might be interested in، نور ربما تكون مهتمة بي. أنا أعتقد إن هي ممكن تكون vet أو طبيبة بيطرية. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 81 أو صفحة 81 وعنوانها Advertisings My Dream Job، Advertisings الإعلان عن My Dream Job وظيفة أحلامي. Use this page استخدم هذه الصفحة to plan لتخطط your poster، your poster الملصق الخاص بك for a job fair، for a job fair لمعرض الوظائف. فالمفروض يا أصحابي هنكون متقسمين في الكلاس روم لمجموعات أو لجروبس، كل جروب هيعمل بوستر أو ملصق خاص بجوب من الجوبس المختلفة أو بوظيفة من الوظائف المختلفة، وهنعمل حاجة اسمها الجوب فير أو معرض الوظائف، وهنختار الوظيفة دي نعمل عنها advertising أو إعلان. فهنعمل البوستر ده يوضح الجوب دي عبارة عن ايه، اسمها ايه، وهنكتب الكاتيجوري بتاعها او التصنيف بتاعها التقسيم بتاعها، وهنرسم كمان صورة الشخص اللي بيقوم بالجوب دي شكله عامل ازاي. لو في تولز معينة بيستخدمها صاحب الجوب دي او الوظيفة دي بنكتب اسم التولز دي، ولو في special skills او مهارات خاصة او interests او اهتمامات خاصة هنكتبها كمان. فده يساعدنا في ان احنا نعمل الجوب بوستر او الملصق الخاص بالوظيفة بتاعتنا في الجوب فير، في الجوب فير او في معرض الوظائف. فهنا بيقول لنا job title، job title اسم الوظيفة. ففي الجوب title هنكتب مثلا tour guide، tour guide او مرشد سياحي. الكاتيجوري، الكاتيجوري او التصنيف هنكتب هنا مثلا tourism، tourism او وظائف السياحية. وهنا الفريم ده مفروض نرسم فيه صورة للتور جايد او للمرشد السياحي. بيقول لنا هنا drawing of person doing the job، drawing رسم of person لشخص doing the job يقوم بالوظيفة دي. فنرسم هنا صورة للتور جايد او للمرشد السياحي. tools طبعا هو ما بيستخدمش tools معينة، فمش هنكتب هنا اي tools، بس ممكن نكتب هنا مثلا cell phone، cell phone او هاتف محمول، علشان بيبقى عليه مثلا المابس او الخرائط اللي بتساعده في ان هو يوصل للتورست سايتس او للمواقع السياحية المختلفة. وspecial skills، special skills او مهارات خاصة، interests، interests اهتمامات خاصة. مثلا هنا يبقى ايه good at languages، good at languages يكون شاطر في languages او اللغات المختلفة. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 82 او صفحة 82 وعنوانها poster feedback، poster feedback تقييم الملصق الخاص بينا. فهنا بيقول لنا switch تبادل box الكتب with your partner مع شريكك. complete أكمل the following sentences الجمل التالية about your partner's poster عن البوستر او الملصق الخاص بالشريك بتاعك. فالمفروض انتوا كل اتنين هيتبادلوا الكتب مع بعض، تفرج وهتشوف البوستر بتاعه او الملصق بتاعه اللي عمله في البيج اللي فاتت، وهتعمل له فيدباك او تقييم وهتجاوب على الاسئلة التالية. فبيقول لنا هنا the best part of your poster is، افضل جزء في البوستر بتاعك او الملصق بتاعك is. فمثلا هنكتب هنا الدروينج او الرسم بتاعه، الدروينج بتاعه جميل والرسم بتاعه جميل.
وهنا بيقول لنا because لأن it's a good drawing أو إنه رسم جميل. ففي الجزء الثاني بيقول لنا نقط أو مسافة is a little unclear, is a little unclear مش واضح بشكل قليل, unclear يعني غير واضح و little قليل. فمثلا ممكن نكتب مثلا التولز او الادوات انت ما وضحتهاش بشكل كافي. وبيقول لنا هنا maybe you could ربما يمكن مثلا add more tools ان انت تضيف, add يعني يضيف, more tools ادوات اكتر او ادوات اضافية بحيث ان انت تعملها clear وتخليها واضحة بشكل اكتر. وكان نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا ونوصل لبيج 83 او صفحة 83 وعنوانها when I grow up عندما اكبر. draw ارسم yourself as an adult, ارسم نفسك as an adult وانت كبير, working at your job بتعمل في الوظيفة بتاعتك. فترسم هنا صورة لنفسك بتوضح فيها لما تكبر ان شاء الله حابب تشتغل ايه وانت متخيل نفسك شكلك عامل ازاي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا ونوصل لاخر بيج في شابتر 3 او في الفصل الثالث وعنوانها myself assessment تقييمي الشخصي. وزي ما قلنا الصفحة دي موجودة في اخر كل شابتر بتقيم بيها نفسك وانت بتعمل مع الجروب بتاعك او المجموعة بتاعتك, لان احنا في منهج ديسكوفر بنركز على العمل الجماعي او التيم وورك وازاي بنقدر نحل المشاكل واحنا مع بعض في شكل مجموعة. فبيقول لنا هنا read اقرأ each statement كل جملة, for each row خاصة بكل صف, color لون the stars النجوم, in the box في الصندوق, that describe اللي بتصف your effort مجهودك. فنقرأ كل statement او كل جملة ونعمل color لعدد النجوم اللي موجود فوق كل جملة مناسبة للإفورت او للمجهود اللي انت عملته مع الجروب بتاعك. فهنا اول حاجة academic content المحتوى الاكاديمي, هل العمل بتاعك كان شكله مدروس وينفع فعلا يتعمل في شكل اعلان او مسرحية ولا لا, ده اسمه الاكاديميك كونتنت. فاول حاجة بتقول I can identify, انا استطيع تحديد a profession وظيفة that matches اللي ممكن تقابل, that matches التي تقابل my interests اهتماماتي and skills ومهاراتي with help بالمساعدة. لو انت الشخص ده هتعمل color ل one star. تاني حاجة بيقول لك I can identify, انا استطيع تحديد a profession مهنة او وظيفة that matches التي تقابل my interests اهتماماتي and skills ومهاراتي. بس هنا مفيش with help عشان كده في two stars لو انت الشخص ده هتعمل coloring ل two stars. وتالت اختيار بيقول لك I can, انا استطيع identify ان احدد and describe وكمان اصف in detail بالتفاصيل a profession مهنة that matches التي تقابل my interests اهتماماتي and skills ومهاراتي. فلو انت الشخص ده هتعمل coloring لثري stars او لثلاث نجوم زي ما احنا شايفين قدامنا. تاني رو او تاني صف اسمه quality of performance جودة الاداء. واول حاجة بيقولك I spoke, انا تحدثت clearly بشكل واضح some of the time لبعض الوقت and I usually وانا عادة listened استمعت as others spoke والاخرين بيتحدثوا. لو انت البيرسون ده والشخص ده تعمل coloring لوان ستار. تاني اختيار بيقول لك I spoke, انا تحدثت clearly بوضوح gave accurate يعني انا اعطيت accurate information معلومات دقيقة and listened واستمعت while others spoke بينما يتحدث الاخرين. لو انت البيرسون ده هتعمل coloring لتو ستارز. وتالت حاجة بيقول لك I spoke clearly, انا تحدثت بوضوح used eye contact واستخدمت التواصل عن طريق العينين gave
detailed information أعطيت معلومات مفصلة and listened واستمعت attentively باهتمام while others spoke بينما يتحدث الآخرين. لو أنت الشخص ده هتعمل coloring للثري ستارز زي ما احنا شايفين قدامنا. وآخر رو life skills أو مهارات الحياة. وأول اختيار بيقول لنا هنا I can ask questions أنا أستطيع أن أسأل الأسئلة and answer them وأن أجيب عليها but ولكن need to work on being more polite لكن أحتاج أن أنا أعمل على أني أكون مؤدب بشكل أكتر أو أتكلم بشكل مهذب أكتر. لو أنت البيرسون ده محتاج تعمل coloring لوان ستار. تاني اختيار بيقول لك I can ask questions أنا أستطيع أن أسأل الأسئلة and answer them وأجيب عليها politely بشكل مهذب بشكل مؤدب. لو أنت البيرسون ده محتاج تعمل coloring لتو ستارز. وآخر حاجة بيقول لك I can ask interesting questions أستطيع أن أسأل أسئلة شيقة and I am very polite أنا مؤدب جدا when عندما asking أسأل and answering وأجيب questions الأسئلة. لو أنت البيرسون ده هتعمل coloring لي 3 stars أو هتلون 3 نجوم. وبكده نكون أنهينا البيج دي وأنهينا معاها شابتر 3. متشكر جدا ليك إن أنت اتفرجت معايا للآخر. لو عجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى إن أنت تكون استفدت من الدرس. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان. وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.